هو الإنسان الذي مات ولم يولد. مات ولم يولد، الذي مات ولم يولد. هو من الأنبياء. من الأنبياء مات ولم يولد. مات دقيقة. مات ولم يولد. من الأنبياء. من الأنبياء. سهلة سهلة. آدم عليه السلام. هو سيدنا آدم عليه السلام اللي هو خلق الله تعالى. قل من هو الشخص الذي مات ولم يولد؟ مات ولم يولد. هو نبي ثاني. نوح. لا مات ولم يولد. هو نبي. سيدنا سليمان. إنسان الذي مات ولم يولد. إنسان لي مات عاطفيا. هذه اللي نقولها. لا هو شخص مات حرفيا ولكن لم يولد. هو عبارة عن نبي. عبارة عن نبي مات حرفيا ولم يولد. هذه ما آدم. آدم عليه السلام هو النبي الذي خلق الله تعالى، ولكن في الموت مات عادي لكنه لم يولد. لم يولد ده. من هو الإنسان الذي مات ولم يولد؟ سيدنا عيسى. لا هو من الأنبياء. مات ولم يولد. آدم. آدم عليه السلام صحيح. مات ولم يولد. النار. نعم نكشوي، هو أيضا نبي. لا أعلم. سهلة مات ولم يولد. من هو النبي الذي لم يولد؟ عيسى عليه السلام. لا عيسى ابن مريم. ابن مريم. لم يولد. الله رحمه. وبهذا مشاهدينا نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم في أمان الله ونلتقي في أعداد أخرى.